يقول الأخ السائل: أبي وهب لي شقة منذ 20 سنة، وكان أبي وهب لي عن طيب نفس، وكذلك إخواني كانت نفوسهم كلها طيبة وباركوا لي في ذلك وعلى ذلك. وبعد 20 سنة، وبعد أن تزوجت وأنجبت وبعت الشقة واشتريت شقة في مكان آخر بثمن أكبر، إذا بهم يطالبونني بالشقة الأولى. أقول بالله التوفيق، لطول هذه المدة لست بملزم بإرجاعها، وخاصة أنك تصرفت على أنك تملكها. نعم، إذا كانت العين موجودة ولم يكن هناك ضرر، فللوالد أن يرجع فيما وهبه لولده. أما بالتوصيف الذي ذكرت فلا شيء عليك، ولكن أكرم والدك قدر استطاعتك، وبالله تعالى التوفيق.